متطلبات الصف الاول السنه، مع مراجعه جديده من مراجعات بلد التاريخ، الدرس الثاني اللي هي حضاره بلاد فينيقيا. انا عندي فينيقيا ديت ظهرت، كان الفينيقيين دول سميوا بهذا الاسم، فانا قبل كده مشتق من كلمه ايه فينيكس، واللي اطلق عليهم الاسم ده الاغريق، دي خلاص مصبغه حمراء من نباتات البحر. كنا اتكلمنا قبل كده على فينيقيا، اتكلمنا عن الحضاره الفينيقيه وقلنا اهميه سوريا انها مهبط الاديان السامويه في جنوبها، الصين مهبط الاديان السامويه اليهوديه والمسيحيه، ولعبت دور سلام، ظهرت فيها حضارات عظيمه زي حضاره فينيقيا والعاموريه والارميه. قلنا ان فينيقيا سوريا ديت كانت موقعها الجغرافي متميز بين الشرق والغرب، عملوا دور التواصل الحضاري. اتكلمنا شرحنا اتكلمنا عن حضاره فينيقيا وقلنا ان تكون دوله موحده، واهم المدن قامت فيها صيدا وصور وجبيل وغريت. اتكلمنا عن نظامهم السياسي والاقتصادي والناحيه الدينيه. طيب تعال نحل اسئله على فينيقيا ونراجعها. اول سؤال بيقول تشابهت حضارة بلاد الشام مع حضارة بلاد العراق في افتقاد كل منهما. حضارة بلاد العراق وحضارة بلاد الشام الاثنين افتقدوا الايه؟ الاستمرار دون انقطاع، ولا التقدم الحضاري والاقتصادي، ولا التواصل مع الحضارات الاخرى، ولا الاهتمام بالناحية الدينية؟ التقدم الحضاري والتواصل والاقتصادي ده الاثنين متقدمين حضاريا واقتصاديا، الاثنين متقدمين حضاريا واقتصاديا. التواصل مع الحضارات الاخرى متواصلين. الاهتمام بالنواحي الدينية الاثنين بيهتموا بالدين. الاستمرار دون انقطاع، ايه بقى الاستمرار دون انقطاع؟ يعني مستمرين ما سقطوش، لا احنا متفقين ان فينيقيا ديت وبلاد فينيقيا والعراق لم يكنوا دولة موحدة، لان ليه كانت عباره عن دول مستقله عن بعضها البعض. الحاجه الثانيه، الشام سقطت على حاول يسقطها الملك نبوغذ نصر في نوكيا، اسكندر سيطر عليهم، وبعد اسكندر خدها سلوكوس، بعد سلوكوس خدها الرومان، وهكذا. العراقيين سقط العراق على يد الفرس، بعد كده خدها الاسكندر، بعد كده خدها السلوكيين، بعد كده خدها الرومان، وبعد كده رجعت للفرس مره ثانيه. يبقى معنى كده ان هم كانوا بيسقطوا، سقطوا تحت الاستعمار. يبقى الشبه اللي بينهم ان هو الاستمرار دون انقطاع، يعني الاثنين افتقدوا لحته الاستمراريه، الاثنين افتقدوا حته البقاء مده طويله. يبقى الشبه اللي بينهم ان هم افتقد كل منهما افتقدوا الاستمرار دون انقطاع. ترجع تسميه فينيقيا لهذا الاسم الى النشاط فينيقيا. يرجع تسميه فينيقيا، متفقين ان فينيقيا اللي سميت بهذا الاسم مشتقة من كلمه فينيكس. كلمه فينيكس يعني الشعب الاحمر. ليه؟ لاستخلاصهم صبغه حمراء من نباتات القواقع البحريه، واللي اطلق عليهم الاسم ده الاغريق. يبقى هما استخلاص الصبغه صبغه من النباتات البحريه، ماشي. يرجع ده الى النشاط سكانهم العلمي ولا الاقتصادي ولا الديني ولا العسكري؟ يبقى الناحيه الاقتصاديه. طب تسميه الاغريق لفينيقيا بفينيكس ده نوع من نوع من العداء، ولا الصراع العسكري، ولا الصراع الديني، ولا التواصل الحضاري؟ التواصل، لان الاثنين كانوا متواصلين. معنى كانوا متواصلين يعني متعرفين على بعض، عشان كده الاغريق اطلقوا عليهم اسم اسم فينيكس. ده تواصل، ماشي. بعد كده عندي نالت مدينة اوغاريت شهرة كبيرة في الفن والعمران، وتشابهت مع مدينة عراقية هي اوغاريت، مدينة اشتهر بالفن والعمران. ليه؟ أوغاريت دي ميناء تجاري عظيم يقع على على البحر المتوسط، جاءت له ملئة بالبضاعة من كل أنحاء العالم، مركز الفن والعمران، بدليل إن لقينا أصل أحد التجار عملته مصنوعة من الفضة. تمام، يشبه ده بقى مين؟ يشبه مدينة أكاد، ولا مدينة أشور، ولا بابل ونينوى؟ أعظم مدينة حضاريا في العراق كانت مدينة مين؟ بابل. مدينة بابل اللي بنى فيها الملك نبوغذ نصر أو حدائق بابل المعلقة لأحد عجائب الدنيا السبعة، برج بابل. ومن قبليها الملك حمورابي كان بيعمر مدينة بابل. يبقى يبقى أكاد لا، دي كانت عاصمة عادية. أشور دوم أشور ونينوى دول عواصم الأشوريين، وكانوا الأشوريين بيخربوا مدينة بابل. يبقى يبقى التعمير، يبقى أوغاريت تشبه مدينة بابل في العراق. السؤال اللي بعد كده، أدى الرواج التجاري لمدينة أوغاريت الى زيارة اعداد مين؟ الرواج التجاري. أوغاريت دي مدينة مشتهرة بالتجارة، يأتي لها البضائع من كل انحاء العالم، ومدينة غنية جدا، ومركز الفن والعمران. ده يؤدي الى اشتهار مين؟ الكهنة، ولا الاطباء، ولا الجنود، ولا المهندسين؟ تاني، يبقى يبقى ادى الرواج التجاري الى ازدياد اعداد التجار. انا معاك. يبقى يعني الرواج التجاري هيطلع الكهنه؟ لا. هيطلع اطباء؟ لا. هيطلع جنود؟ لا، جنود بالحرب. هيطلع مين؟ مهندسين. مستر طب ماشي، طب ما الرواج التجاري يطلع تجار، انا معاك،
يبقى ادى لزياده عدد التجار، والتجار هم الطبقه الغنيه، هي الطبقه الحاكمه فين؟ في نوكيا، لان في نوكيا كلهم بما فيها اوغاريت كلهم بتوع تجاره، يعني التجار هم اللي بيحكموا ايه البلد. انا معاكم. طب ما اوغاريت دي لسه قايل من شويه لقينا فيها ايه؟ قصر كبير لاحد التجار. طب ما قصر التاجر ده عشان يتبني معمول من اعمدته معموله من فضه، معنى كده ان هم عشان تتبني محتاجه مين؟ مهندسين. يبقى وجود يبقى هنا ممكن نقول ايه؟ قصره التجار والمهندسين. انا معاكم. شوف اي واحده من التاب. اعظم السؤال بعد كده، اعظم ما تركته الحضاره الفينيقيه للعالم وساهم في العلم والمعرفه ما عثر عليه في مدينه ايه؟ اعظم حاجه تركتها فينيقيا للعالم وساهم في العلم والمعرفه. تفرق بقى معايا دي، تفرق معايا ايه بقى؟ يبقى معنى كده في العلم والمعرفه يبقى الكتابه، يبقى الابجديه. ومتفقين ان فينيقيا اول ناس، فينيقيين اول ناس عملوا الأبجدية، تعلموها من المصري، اقتبسوا من الهيروغليفية وعملوا الأبجدية الفينيقية مكونة من 22 حرف. إيه اللي خلاهم يعملوا الأبجدية؟ يعملوا الأبجدية عشان خاطر تسهيل عمليات البيع وإيه؟ والشراء. يبقى اختراع الكتابة كان مرتبط بالناحية الإيه؟ الاقتصادية. انتقلت إيه؟ الأبجدية دي إلى إيه؟ إلى بلاد اليونان، واليونانيين عملوا عليها كتابة إيه؟ الإغريقية. ثم انتقلت بعد كده إلى بلاد مين؟ الرومان، فالروما عملوا فيها الكتابة ايه؟ اللاتيني، ام اللغات الاوروبية الحديثة. فضل الكتابة دي حافظوا على نشر المعرفة، حافظوا على التراث الانساني اللي هي الحضارات. يبقى ايه؟ ده الكتابة. طب الكتابة دي لقيناها فين بقى؟ لقيناها في مدينة جبيل ولا مدينة صيدا ولا سور ولا قرطاجة؟ جبيل. اشمعنى جبيل؟ لان جبيل عثر فيها على اول ابجدية، لقينا فيها الاثار هناك على ان جبيل هي اول ناس اخترعوا ايه؟ الابجدية. السومريين كان اول ناس اخترعوا ايه؟ الكتابه المسماريه، لكن الابجديه الفينيقيه عثر عليها في مدينه ايه؟ جبيل. وجبيل دي كانت على علاقه قويه جدا بمين؟ بمصر. كان نظام الحكم في المدن الفينيقيه، نظام الحكم في مدن فينيقيا، نظام الحكم عندهم في فينيقيا كان النظام ده ماشي؟ ملكيه مطلقه ولا ملكيه مقيده ولا ديمقراطيه تامه ولا نيابي تام؟ تاني. يبقى الفينيقيين الناس الفينيقية نظام الحكم عندهم ملكية مطلقة ولا مقيدة ولا ديمقراطية تامة ولا نيابي؟ بص يا شباب، انا عندي فينيقيا اللي بيحكم مين؟ الملك. الملك هو اللي بيحكم ايه؟ البلاد، يحكم البلاد، لكن معاه ثلاثة: مجلس الشيوخ ومجلس النواب والكهنة. مجلس الشيوخ دول مجموعة من المشرعين، النواب تتكون من طبقة ايه؟ الاغنياء اللي هم التجار، الكهنة اللي هم رجال ايه؟ الدين، وبيساعدوا الملك في إدارة الحكم. معنى كده ان الديمقراطية اللي في هناك كان عندهم نظام شبه ديمقراطي. النظام ده ديمقراطية مطلقة ولا مقيدة؟ ملكية الملك ده بيحكم ملك مقيد ولا مطلق؟ لا، كده في ثلاثة بايه؟ بيعاونوه في الحكم. يبقى معنى كده ان الملكية ايه؟ مقيدة. يبقى نظام الحكم هناك ايه؟ ملكية ايه؟ مقيدة. مقيدة ليه؟ لانه بيعاونوا ثلاثة: مجلس الشيوخ والنواب، وبيعاونوا كمان الكهنة. بيعاونوا ايه؟ الكهنة، ماشي؟ لكن لما اقول كلمة ملكية مطلقة دي معناها ان النظام ايه؟ ديكتاتوري مركزي، حكم ايه؟ مركزي، ماشي؟ يبقى ايه؟ يبقى الديمقراطية هناك النظام الملكي كان ملك ايه؟ مقيد، اللي هي بنسميها ايه؟ نظام شبه ديمقراطي، ماشي؟ لكن الدولة الوحيدة او المدينة الوحيدة اللي كان فيها نظام جمهوري كانت فين؟ في قرطاج، ماشي؟ يبقى السؤال تاني: كان نظام الحكم في المدن الفينيقية ملكية مطلقة ولا مقيدة ولا ديمقراطية تامة ولا ايه؟ ولا نيابي تام؟ احنا اتفقنا ان ناخد ايه؟ ملكية مطلقة. ليه؟ لان الملك كان بيعاونه ثلاثة، بيساعدوا في حكم ثلاثة: مجلس الشيوخ، مجلس النواب، الكهنة. تمام. السؤال اللي بعد كده، السؤال اللي بعد كده: لم تستطع المدن الفينيقية تحقيق الوحدة فيما بينهما بسبب الاختلافات. تاني: لم تستطع المدن الفينيقية تحقيق الوحدة فيما بينهم بسبب ايه؟ بسبب الاختلافات السياسية ولا الاقتصادية ولا الثقافية ولا العقائدية؟ تاني: يبقى ايه؟ يبقى لم تستطع المدن الفينيقية تحقيق الوحدة فيما بينهم بسبب الاختلافات ايه؟ السياسية ولا الاقتصادية ولا الثقافية ولا العقائدية؟ الاقتصادية هم كلهم بيشتغلوا بحرفة ايه؟ التجارة، معظمهم تجار. الثقافية دول عندهم ثقافة وايه؟ وعملوا الابجدية. العقائدية لا، كانوا كلهم بيعودوا آلهة واحدة. يبقى ايه الاختلافات؟ الاختلاف هيكون اختلاف ايه؟ سياسي. اختلافات ايه؟ سياسية. كل مدينة ليها نظامها الماشية بيه. بس في نقطة، ان لو جه السؤال ليه فينيقيا لم تكن دولة موحدة؟ فينيقيا لم تكن دولة موحدة لسببين. السبب الاولاني لانها كانت ايه؟ لان بسبب انها مكونة من مجموعة من المدن منفصلة عن بعضها عن بعض سياسيا. اتنين: ان ارضها كانت عبارة عن انطرة
لجيوش الدول المجاورة. عشان كده الفينيقيين لما بنوا مدنهم بنوا فين؟ إما جزر أو ألسنة في البحر أو على فوق الجبال. يبقى إيه؟ يبقى فينيقيا لم تستطع الفينيقيين تحقيق الوحدة فيما بينهم بسبب الاختلافات إيه؟ السياسية. طيب تميز نظام الحكم في بلاد فينيقيا بيبقى فصل الدين عن السياسة ولا امتزاج الدين بالسياسة ولا الحكم المطلق المستبد ولا فصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية؟ بص يا شباب نرجع لها تاني. إحنا هنا متفقين إن نظام الحكم عندهم الملك معاه ثلاثة بيساعدوه، شيوخ والنواب والكهنة. الكهنة دول هم رجال ايه؟ الدين، بيساعدوا الملك في ادارة شؤون ايه؟ البلاد. معنى كده ان في علاقة بين ايه؟ الدين وايه؟ والسياسة. في علاقة بين الدين وايه؟ والسياسة. يبقى نظام الحكم عندهم يتميز بايه؟ يتميز بايه؟ فصل الدين عن السياسة؟ لا، ده الكهنة كان بيساعدوا مين؟ الملك في الحكم. طب امتزاج الدين بالسياسة تمشي. الحكم المطلق مستبد؟ لا، احنا متفقناش انه حكم مطلق مستبد، دي كانت ملكية مقيدة. الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؟ لا. يبقى ايه؟ يبقى معنى كده يبقى امتزاج ايه؟ الدين بايه؟ بالسياسة، عشان الكهنة ليهم دور في ادارة ايه؟ الدولة. تميز ملوك العراق عن ملوك فينيقيا بالخبرات. ملوك العراق تميزوا عن ملوك مين؟ فينيقيا. يعني العراق فيهم ميزة مش عند الفينيقيين، بالناحية الاجتماعية لا، ده الاثنين كانوا اجتماعيين. الاقتصادية ده الدولتين كانوا بيشتغلوا بالاقتصاد. البحرية، البحرية فينيقيا هي اللي بحرية، هي اللي عندهم ايه؟ اللي البحر. لكن العراق لا. العسكرية أيوة العراق هي دي. ليه؟ لأن العراقيين اهتموا بالجيش، والجيش كان عندهم الجيش إيه؟ الجيش كان إيه؟ إجباري، وبعد كده بقى إجباري دائم في عهد إيه؟ الأشوريين، واهتموا بالحرب. الملك نبوغز نصر الثاني، الملك حمورابي، الأشوريين بقيادة إيه؟ سنحريب أو الملك سرجون الثاني. فالعراقيين ناس مقاتلين بتوع حرب وقتال، لكن فينيقيا لا، تجارة اقتصاد أكتر. فدي ناحية إيه؟ سياسية. الناحية العسكرية في القرن الرابع قبل الميلاد تعرضت فينيقيا للاحتلال. القرن الرابع قبل الميلاد تعرضت فينيقيا للاحتلال، الفرس ولا الروم ولا الاشوريين ولا الايه؟ العراق الاغريق. بص يا شباب انا عندي الفينيقيا. فينيقيا حاول نبوغذ نصر الثاني السيطره عليها في القرن الثالث قبل الميلاد، ولكنه فشل بصوره قويه لحد ما جه مين؟ الاسكندر. اسكندر فتح العراق سنه 332 قبل الميلاد، ماشي. وبعد اسكندر خدها مين؟ السلوكيين، وبعد السلوكيين خدها الرومان، وبعد الرومان ايه جاء الفتح ايه؟ الاسلامي. فانا السؤال بقول ايه؟ في القرن الرابع قبل الميلاد، القرن الرابع قبل الميلاد يبقى يقصد بيه مين؟ الاسكندر. والاسكندر ده منين؟ ايوه تمام، من بلاد ايه؟ الاغريق. يبقى سيطر على العراق في القرن الرابع، تعرض بلاد القرن الرابع قبل الميلاد لاحتلال مين؟ الاغريق. والاغريق دول اللي انا اقصد بيهم مين؟ الاسكندر. ومن بعد الاسكندر السلوكيين. تمام. طب السؤال اللي بعد كده، من اهم العوامل جذب الطامعين في فينيقيا، اهم عامل يجذب الطامعين في فينيقيا، الموقع ولا المناخ ولا التضاريس ولا الانهار؟ ماشي، احنا متفقين ان فينيقيا دي ارضها كان ارض ايه؟ جبليه وعره، يعني فيها جبال كتير والسهول ايه؟ ضيقه، الرزق قليل، يعني كتضاريس ما تنفعش، انهار ما تنفعش، مناخ ما ينفعش. اللي يطمع اي حد في اي حد حاجتين، اما الموقع واما ايه؟ النشاط الاقتصادي، غناهم بالموارد، ماشي؟ وهي فينيقيا بتتميز بايه؟ بالموقع، موقعها الجغرافي متميز جدا بين الشرق وايه؟ والغرب. ده عشان كده ده اللي لما كنا بنتكلم قلنا ان فينيقيا بتعتبر راس مثلث. انا عندي المجتمع انا عندي الحضارات الوطن العربي كانت على شكل ايه؟ مثلث. القاعده حضاره اليمن، الضلع الايسر ده العراق، الايمن ده العراق، والايسر مين؟ مصر، ماشي. اما راس المثلث ليه كانت مين؟ فينيقيا. وفينيقيا ده راس المثلث، يعني موقعها الجغرافي المتميز خلاها هي اللي ايه؟ تنطلق من الحضارات. كل الحضارات دي انطلقت للعالم ايه عن طريق مين؟ فينيقيا. بلغ التضامن الفينيقي مع مصر ذروته. التضامن الفينيقي ده بلغ مع مصر ذروته امتى بقى؟ يعني قمه التضامن بين مصر وفينيقيا وصل امتى بقى؟ كانوا مع بعض امتى؟ بص يا شباب، التضامن الدوران حول افريقيا حصل، ان مصر استعان بالفينيقيين في الدوران حول افريقيا تمشي، اختراع الابجديه تمشي، ان الابجديه هم خدوها ايه؟ مننا، نشر الثقافه المصريه، ما الثقافه المصريه انتشرت هناك، الحفاظ على الامن القومي. بص يا شباب، اي حاجه من دول ده تاثر، انا تاثرت بيهم، هم تاثروا بيا، لكن التضامن ان انا وانت نتضامن مع بعض، نقف مع بعض، نساعد مع بعض في مواجهه خطر. ايه بقى اللي حصل؟ لما جه الملك تحتمس الثالث يحارب الايه؟ امراء اسيا بزعامه امير قادش، سكان فينيقيا اتعاملوا مع الملك تحتمس الثالث في موقعه ايه؟ مجده. يبقى التضامن بيننا وبينهم كان في الحفاظ على الامن القومي لمين؟ المصري. ليه؟ اللي هي اقصد بيها معركه ايه؟ مجده. لما اشترك امراء بعض سكان فينيقيا
مع الملك تحتمس في معركته ايه مجده ضد امراء اسيا وزعامه امير ايه قائد. يبقى ده نوع من ايه التضامن اللي كان بيننا وبينهم. في بعض الاحيان يتفوق التلميذ على استاذه، يمكن تطبيق هذه المقوله في تفوق الفينيقيين في صناعه ايه. المقوله ان التلميذ بيتفوق على استاذه، ماشي، تنطبق على تفوق الفينيقيين في صناعه ايه. الحرير، هم شطار في الحرير. الفخار، ماشي. الزجاج، ماشي. النسيج، ماشي. عشان افهمها بقى، الاستاذ والتلميذ، مين الاستاذ؟ هي مصر، خلاص. هما مصر كانت مشتهره جدا جدا بصناعه ايه؟ الزجاج. هما خدوا مننا صناعه ايه؟ الزجاج، وتفوقوا على مصر في صناعه ايه؟ الزجاج. يبقى المقوله اللي عندهم رمال هناك برضو، رمال الصحراويه، يبقى هما مقوله تفوق التلميذ على الاستاذ تنطبق على ايه؟ صناعه ايه؟ الزجاج. الزجاج ده نقف عنده لحظه كده. اول شعب عمل صناعه الزجاج هو مين؟ الشعب المصري. خدها مننا مين؟ الاغريق، وخدها مننا الفينيقيا. فينيقيا هما تفوقوا ايه؟ علينا في الصنعه. الاغريق ادخلوا تعديلات على صناعه الزجاج المصري، يبقى الاغريق هم اللي ادخلوا تعديلات على صناعه الزجاج المصري، اما فينيقيا هم اللي تفوقوا علينا في صناعه الزجاج، اللي تنطبق عليهم مقوله التلميذ والاستاذ. تقدم الفينيقيين في مجال التجاره الخارجيه، يعني انهم اهتموا بدراسه ايه؟ بدراسه الطب والتاريخ، ولا الهندسه والكيمياء، ولا الحساب والعماره، ولا الجغرافيا والفلك. بص يا شباب، الفينيقيين هم اشتغلوا بالتجاره ليه؟ لانهم اتجهوا ناحيه ايه؟ البحر، وهي امه بحريه. ليه اول امه بحريه في التاريخ؟ اولا عشان قله موارد الرزق على الساحل لاقتراب الجبال، تمام. الحاجه الثانيه عشان خاطر موقعهم الجغرافي المتميز بين الشرق والغرب، تمام. الحاجه الثالثه وفره الاخشاب الارز الصالحه لبناء ايه؟ السفن. الحاجه الرابعه اللي هي ايه؟ قصه التعريج على الساحل ادى لقيام الموانئ الطبيعيه. الاربع اسباب دول خلوا الفينيقيين اتجهوا ناحيه ايه؟ البحر، اشتغلوا بالصيد، بعد كده اشتغلوا بالتجاره. انا عشان اتاجر محتاج ايه؟ سفن، تمام. مواني، تمام. محتاج ايه بقى عشان امشي في البحر؟ اولا لو انا ماشي هعرف الطريق ماشي شمال ولا شرق ولا غرب ازاي؟ يبقى لازم ايه؟ ادرس الفلك، مواقع الكواكب وايه؟ والنجوم. ادي واحد. حاجة تانية، ما انا عشان امشي واسافر لازم اكون معايا خرايط عشان ما توهش. يبقى معنى كده ان الفينيقيين كانوا شطار، اي ناس يشتغلوا بالتجارة لازم يكونوا شطار في البحر، بايه؟ يكونوا عندهم ايه؟ الجغرافيا. عشان ده اللي خلى نخاو، الملك نكاو او نخاو استعان بهم. الملك نكاو استعان بالفينيقيين للدوران حول قارة ايه؟ افريقيا. حلو. التضامن ده او الاستعانه دي كان ليه بقى؟ اشمعنى؟ لخبرتهم البحريه الطويله، تمام. امتلاكهم السفن، تمام. لان هم شطار جدا في الفلك وايه؟ والجغرافيا. فده اللي خلاهم ايه؟ يلفوا حول قاره افريقيا ويكتشفوا طريق راس رجاء الصالح قبل البرتغاليين، ماشي. طب والتجاره بتاعتهم دي يا شباب لما اشتغلوا بحرفه ايه؟ التجاره، كانت تجارتهم ايه؟ واسعه جدا مع كل دول حوض البحر ايه؟ المتوسط. عشان كده ايه؟ كانوا بيبنوا مستوطنات، من اشهر المستوطنات اللي بنوها مستوطنه قرطاجة بشمال ايه؟ افريقيا، بالقرب من تونس ايه؟ الحاليه، اللي بناها بعض المستوطنين من مدينه ايه؟ سوق. اتخذت التجاره بين فينيقيا وبلاد العراق. بص يا شباب، ادي خريطه اهي، ادي فينيقيا اهي، وادي العراق اهي، ده البحر ايه؟ المتوسط. اتخذت التجاره بين فينيقيا وبين العراق طريق بري ولا طريق بحري ولا طريق نهري؟ اهو بري، بحري، نهري، جبلي. اهو ادي افريقيا اهي، هتروح لفين؟ للعراق. دي بلاد الشام، دي ارض. يبقى كده هو بيمشي طريق ايه؟ بري ولا نهر ولا جبلي؟ لا، طريق ايه؟ بري، ماشي. يبقى اهم الطرق اللي مشوا فيها في تجارتهم مع العراق طريق ايه؟ البري. افهم من كده ان العراق، ان افريقيا عندهم نوعين من المدن، مدن بريه ومدن ايه؟ بحريه. المدن البحريه اللي هي بتطل على البحر ودي بتتاجر في البحر، زي صيدا، صور، جبيل، وغريت، قرطاجة شمال افريقيا. المدن بقى الداخليه اللي هي بتتاجر عن طريق بر، دي كانت مدينه ايه؟ بعلبك مثلا، دي مناطق داخليه، خلاص. بدات العلاقه بين مصر وفينيقيا منذ عصر الدولة القديمة. العلاقة بين مصر وفينيقيا بدأت منذ عصر الدولة القديمة، وكانت العلاقات دينية ولا اقتصادية ولا ثقافية ولا فكرية؟ نقولها مع بعض تاني. بص يا شباب، أنا عندي العلاقة بين مصر وفينيقيا في العصر الدولة القديمة، لما الملك سينيفرو بعت يجيب أخشاب ايه؟ الأرض صالحة لبناء ايه؟ السفن. جت تطورت في الدولة الحديثة، بقت علاقات تجارية وثقافية على ايه؟ كبيرة جدا. وإن بعض الأهالي سكان فينيقيا اشتركوا مع الملك تحتمس الثالث في معركة ايه؟ مجدو ضد امراء اسيا. في العصر المتأخر الملك نكاو استعان الفينيقيين في الدوران حول قارة ايه؟ افريقيا. يبقى العلاقة اللي بيننا وبينهم منذ عصر الدولة القديمة، لازم احط كده تحتيه خط، عصر الدولة القديمة. ايه الدولة القديمة؟ يبقى الملك مين؟ سينيفرو. والملك سينيفرو بعت يجيب اخشاب ايه؟ الارز الصالحة لبناء ايه؟ السفن. يبقى العلاقة اللي بيننا بينهم ديني؟ لا. اقتصادي؟ تمشي. ثقافي؟ لا.
فكري لا، يبقى مفيش الا العلاقه ايه الاقتصاديه، اللي هو باع تجيب اخشاب إيه؟ الارض. رحله الفينيقيين حول قاره افريقيا اجتازت خلالها بحرين ومحيطين، ولا محيط وبحر وبحرين، ولا محيطين وبحرين، ولا بحر ومحيط؟ بص نشوفها دي. مثلا ايه، ادي خريطه قاره افريقيا. هم بداوا منين رحله فينيقيا؟ بداوا من ناحيه ايه، من الشرق كده، مشوا في البحر ايه الاحمر، ادي البحر الاحمر، خرجوا من البحر الاحمر على المحيط ايه الهندي، مشوا في المحيط الهندي كده دخلوا على المحيط ايه الاطلنطي، محيط اطلنطي ده كده راس الرجاء ايه، الرجاء الصالح، مشوا كده قاموا داخلين على البحر ايه المتوسط، وقاموا جايين ايه على مصر كده. يبقى الرحله دي استمرت في قاره افريقيا، استمرت كام سنه؟ 3 سنوات. عدوا على ايه بقى؟ عدوا على البحر الاحمر، ادي البحر الاحمر وادي المحيط الهندي. لا طب نكتبها بلون تاني، المحيط الهندي وادي المحيط ايه الاطلنطي، ده المحيط. وبعد كده قاموا عدوا على البحر ايه المتوسط، يبقى البحرين دول، يبقى هم كده عدوا على كام بحر؟ ادي واحد، ادي اتنين. وكم محيط؟ ادي واحد واتنين، يبقى عدوا على بحرين ومحيطين، بحرين ومحيطين. البحرين اللي هو البحر الاحمر والبحر ايه المتوسط، المحيطين الهندي والاطلنطي. تمام. طيب لو جبت لك بقى مضايق، كم مضيق؟ هم خرجوا من هنا، خرجوا من مضيق باب ايه المندب، وملفوا هنا دخلوا في مضيق جبل ايه طارق، يبقى كده عدوا على كم محيط؟ اتنين، مضيق باب المندب ومضيق جبل ايه طارق. طيب بصوا بقى يا شباب، هم عدوا على 3 محيطات، 3 مضايق. ليه يا مستر؟ طب هم مضيقين، ادي مضيق باب المندب هنا اهو، ومضيق جبل طارق اهو. بص يا شباب، في هنا جزيره هنا اسمها جزيره مدغشقر، مدغشقر بين مدغشقر وبين ساحل، هم ماشيين بمحاذاه ايه الساحل كده، فالحته دي اسمها مضيق، اسمه مضيق موزمبيق، مضيق ايه موزمبيق. يبقى هم عدوا 3 مضايق، ايه مضيق ايه موزمبيق. تاني يا شباب، يبقى رحله الملك نكاو حول افريقيا، لفت حول افريقيا في 3 سنين، اكتشفوا نتيجتها، اكتشفوا طريق راس الرجاء الصالح، اكتشفوا طريق راس الرجاء الصالح قبل مين؟ الايه البرتغاليين. يبقى احنا كده عندي ايه عندي ليه الحضاره الدوران حول قاره افريقيا. الرحله دي استمرت ايه، استمرت كام سنه؟ اتفقنا 3 سنين، 3 سنين بدات من الشرق وانتهت فين؟ من الغرب. مروا على كم، على كم ايه، على كم بحر؟ بحرين، البحر الاحمر والبحر المتوسط. مر على كم محيط؟ اتنين، محيط اطلنطي ومحيط الهندي والايه والاطلنطي. مر على كم مضيق؟ تلات ايه مضايق. التلات مضايق دول اللي هم عندي مضيق ايه، عندي مضيق جبل طارق، مضيق جبل طارق، ومضيق باب ايه المندب، ومضيق ايه موزمبيق. نرجع بقى للسؤال بتاعنا. يبقى الحضاره ايه، رحله الفينيقيين حول قاره افريقيا اجتازت خلالها كم بحر وكم محيط؟ بحر وبحرين ومحيط؟ لا. محيط وبحر؟ محيط وبحرين؟ لا. بحر ومحيطين؟ لا. يبقى هي ايه، محيطين وبحرين. المحيطين والبحرين زي ما اتفقنا، المحيطين في المحيط الاطلنطي والمحيط ايه الهندي. البحرين البحر الاحمر والبحر ايه المتوسط. تمام. لو انا حبيت اقول مضايق، يبقى عندي كم مضيق؟ 3، مضيق باب المندب ومضيق موزمبيق وعندي مضيق جبل ايه طارق. تمام كده يا شباب. يبقى الرحله دي استمرت كام سنه؟ اتفقنا 3 سنين في عهد الملك اهو نكاو. ماشي. طيب نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده عندي بيقول لي ايه، معظم الالهه في فينيقيا ارتبطت بحرفه ايه؟ بحرفه الصناعه، ولا التجاره، ولا الرعي، ولا ايه، ولا الزراعه. بص يا شباب، انا عندي الايه، الالهه فينيقيا في الالهه بتاعتهم عبدوا مظاهر ايه الطبيعه. مثلا في اله اسمه اله ايه، ايل ده اله الكلمه الاولى والاخيره في حياه البشر. ماشي. عندي الاله ادونيس او ازون، ده اله القوه المتجدده في الشمس بعد ما هزم ايه الشتاء. عندي الاله بعل، اله الخصب والنماء اللي صير ايه الرياح وانزل المطر وانبت النباتات. عشتار زوج البعل، وشاركوا في اعمال الخير. معظم الالهه دي عند العراقيين، عند الفينيقيين، ارتبطت بالصناعه، ولا التجاره، ولا الرعي، ولا الزراعه؟ لا، معظمهم مرتبطه بحرفه ايه؟ الزراعه. لان ايه؟ حتى اسمها قوى الخصب والنماء، عبدوا قوى الخصب ايه؟ والنماء. قوى الخصب والنماء دي قوى الخير اللي اهم حاجه عندهم كانت الخير من الزراعه، اللي هي المطر بقى والرياح والكلام ده. كان الفينيقيين اثار بعيده المدى في تاريخ الانسانيه. الفينيقيين دول ليهم اثار بعيده ايه المدى على التاريخ الانسانيه. ايه اثارهم بعيده المدى دي على الانسانيه؟ في ايه؟ في الجانب الثقافي والاقتصادي، ولا الثقافي والاجتماعي، ولا الاقتصادي والعسكري، ولا الثقافي والديني؟ تاني،
الفينيقيين دول ليهم فضل كبير بعيد المدى تاريخ الانسانيه. اكتر حاجه في تاريخ الانسانيه كانت حرفه، كانوا اخترعوا ايه؟ الابجديه. قلت لكم الابجديه 22 حرف، فضلها حافظ على التراث الانساني، ده ثقافه. الحاجه الثانيه هي دورها ايه؟ الاقتصادي. اشمعنى؟ لانهم اشتغلوا بحرفه ايه؟ التجاره، فكانوا بينقلوا البضائع من كل مكان في العالم، اللي هو عليه وسيط تجاري. يبقى دورهم ايه؟ كان في المقام الاول على الانسانيه في الناحيه الثقافيه والناحيه الايه؟ الاقتصاديه. الثقافيه لانهم اخترعوا الابجديه الفينيقيه 22 حرف، الاقتصادي لانه مشتغل بحرفه ايه؟ التجاره. اهم السؤال بعد كده، اهم القيم، اهم قيم المتضمنه بين الحضاره المصريه والحضاره الفينيقيه، اهم قيمه متضمنه في علاقه مصر بفينيقيا، اهم القيم اللي بيننا وبينهم، اللغه المشتركه ولا الصراع والتنازع ولا الحفاظ على الاثار ولا التواصل الاجتماعي؟ التواصل والتكامل. يبقى التواصل والتكامل ولا الحفاظ على الاثار ولا الصراع والتنازع ولا اللغه المشتركه؟ ايه العلاقه التضامن؟ ايه الصفه او ايه القيمه اللي بيننا وبين مين؟ الايه؟ الفينيقيين. القيمه اللي بيننا وبينهم ان انا في تواصل بيني وبينهم، انا خدت منهم تبادل تجاري، في تبادل تجاري بيننا وبين بعض. الملك سنيفرو بعت يجيب اخشاب الارض، الملك نكاو استعمل الفينيقيين، الفينيقيين اشتركوا معايا في ايه؟ في حرب ضد امراء اسف زعامه امير قادش، خدوا مني عقيده البعث وايه؟ والخلود. عندهم اسطوره تشبه اسطوره ايه؟ ايزيس واوزوريس اللي هي بعل مع اله ايه؟ الموت. اذا في بيننا من بعد ايه؟ علاقه، في كيمياء كبيره بيننا وبينهم، فبالتالي العلاقه اللي بيننا وبينهم هي التواصل ايه؟ والتكامل. التواصل والتكامل، نحن بنتواصل مع بعض وبنكمل بعض. احيانا يتفوق الابن على الاب، هذه المقوله تظهر في مدينه ايه؟ احنا قلنا قبل كده التلميذ تفوق على الاستاذ، لازم يا شباب دي كلمه تميزها، تفوق التلميذ على استاذه او الابن على الاب. لازم ايه؟ اقول لك مثلا في ايه؟ اديك حاجه تميزها، يعني مثلا هنا ايه؟ قال لي في تظهر في مدينه ايه؟ يبقى في مدينه اقوى من مدينه واعظم من مدينه، رغم ان المدينه الاولانيه هي اللي بنت المدينه الثانيه، يعني ايه؟ يعني الابن سبب وجوده من الاب، فالابن تفوق على ابوه. صيدا ولا قرطاجة ولا سور ولا جبين؟ صيدا دي كانت الزعيمة، كانت عبارة على لسان ممتد في البحر، وبعد كده ظهرت مدينة ايه؟ سور. بص تعالى نرسمها كده أحسن، هنا صيدا، سور، جبيل، أوغاريت اللي بنسميها راس الشمرة. صيدا دي كانت عبارة عن لسان ممتد في البحر، لسان ممتد في البحر. سور كانت عبارة عن جزيرتين ممتدين في البحر وصلتهم ببعض ايه؟ ووصلتها باليابس. جبيل دي كانت اوثق صله بمصر. أوغاريت دي مدينه الفن وايه؟ والعمران وايه؟ وبناء تجاري عظيم. اشهر مستوطنات اللي بناها الفينيقيين خارج في ايه؟ بنوا مدينه خارج فينيقيا، كانت مستوطنه مين؟ قرطاجه. قرطاجه دي كانت ايه؟ قرب مدينه تونس، اساسها مستوطنين من مدينه سور، يعني اهل سور راحوا عاشوا هناك وبنوا المدينه دي. مع مرور الوقت صيدا الفرق بينها، صيدا كانت هي الزعيمه، ماشي؟ لما ضعفت صيدا احتلت المكانه مين؟ سور. لما سور بقى والمدن الفينيقيه ضعفت، مين اللي احتلت الزعامه وبقت القوه العظمى في العالم؟ هي مين؟ قرطاجه. يبقى قرطاجه دي الابن تفوقت على مين؟ على الاب. الاب اللي هي مين؟ سور او المدن الفينيقيه، لان لما تضعف هي اللي تحتل المكانه والزعامه والرياده. يبقى مدينه قرطاجه تولت الزعامه بعد سقوط او ضعف المدن الفينيقيه، فدي بتطبق ايه؟ مقوله ان الاب تفوق على مين؟ على الاب، ماشي؟ يبقى ايه؟ يبقى مدينه ايه؟ قرطاجه، لانها تولت الزعامه بعد ضعف وسقوط المدن الفينيقيه. طيب السؤال اللي بعد كده، حضاره فينيقيه تؤكد تفاعل الانسان مع البيئه، واكبر دليل على ذلك تاني، حضارة فينيقية مالها؟ الحضارة الفينيقية بتبين ايه؟ تؤكد على تفاعل الانسان مع البيئة، واكبر دليل على ذلك العزل عن العالم الخارجي ولا التفوق ايه؟ الحضاري، التفوق في الصناعة ولا ازدهار التجارة والثقافة ولا قيام حضارة بدائية؟ تاني، الحضارة الفينيقية تؤكد ايه؟ تؤكد تفاعل الانسان مع البيئة. اي حضارة دي بتبين تفاعل الانسان مع ايه؟ مع البيئة. دي ده بيظهر في ايه بقى؟ بيظهر عندهم في ايه؟ في العزل عن العالم ولا التفوق في الصناعه ولا ازدهار التجاره ولا قيام ايه؟ الحضاره البدائيه. بص يا شباب، الانسان الفينيقيين تفاعلوا مع البيئه، هم عايشين في بيئه ايه؟ صعبه، فيها الموارد قليله، اقتراب الجبال، فاتجهوا ناحيه ايه؟ البحر. لما اتجهوا ناحيه البحر اشتغلوا بحرفه ايه؟ تجاره. دي واحده. الحاجه الثانيه، ما هم في البحر لقوا قواقع ونباتات بحريه فاخدوا منها الصبغه الحمراء وصبغوا بيها ايه؟ ملابسهم. تمام، يبقى كده التجاره بقى والصناعه. الحاجه الثانيه، الفينيقيين ما هم في التجاره بقى ليهم ايه؟ ليهم ايه؟ نشاط ايه؟ ثقافي، نقلوا الحضارات الى العالم كله، وتعرفوا على الحضاره المصريه، وتعرفوا ونقلوا الحضاره المصريه لمناطق كثيره في العالم. يبقى معنى كده ان فينيقيا تفاعل الانسان مع بيها يظهر ده في ازدهار ايه؟ التجاره والثقافه. في نفس الوقت الثقافه، ما هم سكنوا فين؟ في ما كانوش دوله موحده، فبنوا مدن.
المدن. المدن دي لازم يكونوا متفوقين في ايه؟ في العماره، والعماره ادى لتقدمهم في الفن، تقدمهم في النحت، يعني الحياه الثقافيه، واخترعوا الابجديه، الكتابه، ما كل ده نتيجه لتفاعلهم معاه. يبقى ايه؟ يبقى الحضاره الفينيقيه تؤكد على تفاعل الانسان مع البيئه، واكبر دليل على ذلك اللي هي ايه؟ التجاره لان طبعا فينيقيا عمرهم ما كان عندهم حضاره بدائيه، ماشي؟ ماشي، تفوق الصناعه، بس في حاجات ثانيه مع الصناعه. ايه؟ العزل عن العالم؟ لا، ده هم كانوا بالموقع ده اشتغلوا بالتجاره وكلموا علاقات مع كل دول العالم. السؤال بعد كده، كان نظام الحكم في المدن الفينيقيه شبه ديمقراطي ويرجع ذلك الى، كان نظام الحكم هناك، نظام الحكم شبه ديمقراطي ويرجع ذلك الى سلطات الملك المقيده، ولا وجود مجلس الشيوخ، ولا مشاركه الكهنه في الحكم، ولا اقتصار الحكم على فئات محدده؟ تاني، بص يا شباب، هو نظام شبه ديمقراطي، انا معاكم. ليه؟ احنا متفقين ان هم نظام شبه ديمقراطي، متفقين. ليه؟ لان سلطه الملك سلطه ايه؟ مقيده، ماشي؟ في سلطه مقيده ليه يساعدوا ناس، لكن هو ليه يعني ايه السبب اللي خلاها سلطه مقيده؟ يعني ايه شبه ديمقراطي؟ ليه؟ عشان عندهم مجلس الشيوخ؟ لا. مشاركه الكهنه؟ لا. سلطه الملك مقيده؟ لا. ليه؟ لان اقتصر الحكم على فئات ايه؟ فئات محدده، في فئه معينه محدده هي اللي بتحكم بس. الشعب يعني ما باخدش راي الشعب كله، ما فيش مجلس، حتى مجلس النواب اللي موجود المفروض مجلس النواب ده يكون دول متوقف الشعب، لا ده كان قاصر على الاغنياء بس. يبقى معنى كده ان الديمقراطيه عندهم ما كانتش كامله، ده يرجع بسبب ايه؟ بسبب صار الحكم على فئه ايه؟ السؤال بعد كده، عند دراسه فينيقيا نلاحظ ان الحضاره الفينيقية تفتقد الى الشخصيات السياسيه المؤثره، ولا الالهه القويه، دينيه قويه، ولا الانجازات الثقافيه الكبيره، ولا العلاقات الحضاريه القويه؟ بص يا شباب، انا عندي فينيقيا ديت حضاره عظيمه، بس تفتقد لحاجه. احنا قلنا من شويه ان كان الفرق اللي بينها وبين العراق ان العراق كانوا عندهم النزعه العسكريه بتوع جيش، هما ما كانش عندهم النقطه دي. هما يبقى افتقدوا ليه؟ افتقادهم الاول للجيش، ادي واحده. في الهه قويه؟ عندهم الهه قويه، ماشي؟ اللي احنا قلنا ايل وادونيس وبعل وعشتار. علاقات حضاريه قويه؟ علاقاتهم الحضاريه كانت قويه جدا مع مصر والدول العالم. انجازات ثقافيه كبيره؟ ده عندهم انجازات كبيره جدا. اول حاجه واهم حاجه الابجديه. ايه بقى اللي ما كانش عندهم؟ ما عندهمش الشخصيات السياسية المؤثرة. بدليل انا ما ذكرناش واحنا بنشرح اي ملك ظهر في العراق في فينيقيا، ما جبناش سيرة اي ملك. مثلا العراق كانت في دول سومر وبابلش، بس اتكلمنا عن اهم ملوك، حمورابي، سرجون الاول، سرجون الثاني، سنحريب، نبوغذ نصر كده. لكن مصر كنا بنتكلم، اليوناني هنتكلم عن اشهر الحكام اللي حكموها، الرومان اشهر الحكام اللي حكموها، اكتافيوس مثلا هو اغسطس، وهنتكلم عن ناس كتير، لكن دول ما جبناش سيره ملك. يبقى فينيقيا تفتقد ايهم الحاجتين؟ الجيش، الناس العسكريه، اتنين الشخصيات السياسيه، ماشي؟ تمام. مثلت كارتاجا الامتداد الطبيعي لفينيقيا في قاره كارتاجا. دي احنا اتفقنا ان كارتاجا، ورسمناها على الخريطه من شويه، ان كارتاجا دي بناها مستوطنين من مدينه سور، فين؟ في شمال افريقيا، فين؟ بالقرب من تونس الحاليه، تمام؟ يبقى ايه؟ يبقى كارتاجا امتداد طبيعي لفينيقيا في قاره ايه؟ يبدو ان اهل جبيل علموا الكتابه المصريه على يد، يبدو ان اهل جبيل اتعلموا الكتابه المصريه على يد مين؟ الكهنه، ولا الرحاله، ولا التجار، ولا الصناع؟ احنا متفقين ان العلاقات اوثق مدينه كانت ليها علاقه بمصر هي مدينه ايه؟ جبيل. لقينا اصل جاليه مصريه من التجار عايشه هناك، ماشي؟ ولقينا فيها اول اقدم ايه؟ ابجديه. يبقى العلاقه اللي بيننا وبينهم كانت وجود ايه؟ التجار. يبقى ايه؟ يبقى التجار هم اللي نقلوا مظاهر الحضاره المصريه للعراق اللي في فينيقيا. التجار هم الكتابه المصريه، بدليل لقينا ايه؟ تجار عليها مكتوب اسماء الملوك باللغه ايه؟ الهيروغليفيه. يبقى التجار هم اللي عملوا. تاثرت الديانه المصريه، تاثير الديانه المصريه على المجتمع في فينيقيا يبدو واضحا تاثير الديانه المصريه على المجتمع في فينيقيا يبدو واضحا في العقائد والملابس، ولا العقائد وايه؟ والصبغه، ولا العقائد اللي هي الدين يعني والمعابد، ولا العقائد والاساطير؟ بص يا جميل، انا عندي الايه؟ الفينيقيين تاثروا بالديانه المصريه ازاي؟ ان هم ايه؟ ان خدوا مننا عقيده البعث وايه؟ والخلود، ماشي؟ وخد من الوضع الطعام والشراب مع الشخص الميت. يبقى دي ناحيه ايه؟ دينيه. الحاجه الثانيه، يبقى العقائد اللي هي الدين. طب والاساطير كده؟ لما قلنا ان عندهم اسطوره ايزيس، اسطوره بعل مع اله الموت تشبه اسطوره ايزيس وايه؟ واوزوريس. يبقى هم تاثروا مننا في المجتمع، الدين بالذات تاثروا مني في الناحيه العقائديه
والاساطير. ليه؟ لان برضه يا شباب تبقوا عارفين حاجه، ان اسطوره ايزيس اوزوريس ست رمى اخوه اوزوريس في التابوت ورماه في النهر، الامواج بتاعت النهر طيار النهر قذفوا فين؟ في البحر المتوسط. البحر المتوسط امواج خدته لحد مدينه جبيل، جبيل، والامواج قامت مطلعه الايه التابوت على الشط، فالالهه امرت الارض انها تبلع التابوت، يبقى التابوت بتاع اوزوريس كان في مدينه جبيل، فمعنى كده ان جبيل دي برضه من ضمن حاجات اسطوره ايزيس واوزوريس. فمن هنا فينيقيا كانوا متاثرين باسطوره ايه؟ ايزيس واوزوريس، لان جزء من القسطوره كان عندهم هناك، فبالتالي لما اثروا بيها فعملوا اسطوره هم كمان مشابهه ليها، اسطوره بعل مع اله ايه؟ الموت. يبقى تاثروا بينا في الناحيه الدينيه في العقائد وايه؟ والقصص. اي من المدن الفينيقيه تتمثل بيئتها بشكل شبه جزيره، تاني اي من المدن الفينيقيه تتمثل بيئتها بشكل شبه ايه؟ جزيره. بص يا جميل، لو انا رسمت الخريطه كده، صيدا عباره عن ايه؟ جزيرتين في البحر، سور اسف، عباره عن جزيرتين، جبيل اهي وغاريت اهي. صيدا كانت عباره عن لسان ممتد كده في البحر، لسان داخل في البحر، اللسان اهو وبنيت عليه ايه؟ المدينه. طب ما صيدا كده ادي ميه، ميه ماء، يبقى الميه بتحيط اللسان ده من كام جهه؟ ثلاثه، يبقى شبه ايه؟ جزيره. يبقى يقصد بها مدينه ايه؟ صيدا، لان صيدا دي عباره عن لسان في البحر، سور دي عباره عن جزيرتين في البحر وصلتهم ببعض ووصلتها باليابس، جبيل دي مدينه ميناء ومدينه وغارت نفسها. سور دي هبقول لكم عليها بعدين تشبه مدينه ايه؟ اسكندريه، هقولها لكم بعدين، لان اسكندريه برضو كانت عباره عن جزيره في البحر اللي هي فاروس، وصلناها بالقريه اسمها قريه كوده اللي عمل كده اسكندر، هبقى نتكلم عنها بعد. يبقى صيدا عباره عن لسان في البحر، سور عباره عن جزيرتين فين؟ في البحر. ده بالنسبه لايه؟ لاي مدن على شكل شبه جزيره، قلنا مين؟ مدينه ايه؟ تعالى نشوف اسئله ثانيه. مثلا سؤال مثلا بيقول ايه؟ كان الهدف الاساسي لقيام المصريين بالسيطره على سوريا ولبنان. كان الهدف الاساسي للمصريين من السيطره على سوريا ولبنان، اول حاجه زياده ثروات الشعب المصري، ولا الحاجه الثانيه اللي هي السيطرة على طرق التجارة، ولا نشر المعتقدات الدينية، ولا تحقيق الاستقرار الداخلي لمصر؟ تاني، كان الهدف الأساسي لقيام المصريين بالسيطرة على سوريا ولبنان إن أنا عاوز زيادة ثروات الشعب المصري، ولا سيطر على طرق التجارة، ولا أنشر المعتقدات الدينية، ولا تحقيق الاستقرار الداخلي لمصر؟ المصريين كانوا بيهتموا مين؟ بفينيقيا. ليه؟ لان امن القوم المصري، امن مصر القومي من فينيقيا، عشان كده المصريين كانوا بيرسلوا حملات عسكريه لهناك، بيبنوا القلاع وايه؟ حصون، ماشي؟ فايه؟ يبقى هدف المصريين من استقرار ايه؟ من السيطره على سوريا ولبنان لتحقيق الاستقرار. سوريا ولبنان اللي نقصد بيها مين؟ فينيقيا. السؤال اللي بعد كده، بص يا شباب، السؤال اللي بعد كده، عندي سؤال يقول مثلا ايه؟ فقدت مصر سيطرتها على فينيقيا قديما، ماشي؟ وذلك في عهد حطمس الثالث، ولا من حطب الرابع، ولا رمسيس الثاني، ولا الملك نخاوي؟ بص انا عندي في حاجه، مصر كانت مسيطره على فينيقيا تمام، وده بيظهر في عهد الملك تحتمس الثالث لما اشترك معاه امراء بعض سكان فينيقيا في حرب ضد امراء اسيا بزعامه امير قادر في معركه مجده، وانتصر، اصبحت مصر مسيطره على فقدت مصر المكانه دي في عهد الملك مين؟ من حطب الرابع، اللي هو الملك مين؟ اخناتون، لان اخناتون انشغل بالحياه الدينيه وترك الحياه السياسيه، فضاعت الامبراطوريه. مين بقى اللي رجع الامبراطوريه دي تاني؟ اللي رجعها تاني رمسيس التاني. يبقى فقدت مصر سيطرتها على فينيقيا قديما، وذلك في عهد مين؟ تحتمس الثالث، ولا امنحتب الرابع، ولا رمسيس الثاني، ولا الملك نخاوي؟ لا، اللي فقدتها في عهد اخناتون. مش معنى اخناتون؟ لان اخناتون انشغل بالحياه الدينيه وترك الحياه السياسيه. في نفس الوقت بعد كده اللي رجع الامبراطوريه تاني هو الملك رمسيس، ده اللي هيرجعها فيما بعد لما ايه؟ يعمل سلام معاهده سلام مع ملك ايه؟ الحسين. السؤال اللي بعد كده، عندي سؤال تاني بيقول لك استعان الملك نخاوي او نكاوي بالفينيقيين في الدوران حول افريقيا، استعان الدوران حول افريقيا لتحقيق اهداف، عشان يحقق اهداف سياسيه، ولا عسكريه، ولا اقتصاديه، ولا دينيه؟ طيب تاني، الملك نخاوي استعان الفينيقيين الدوران حول افريقيا ليه؟ عشان يحقق ايه؟ اهداف سياسيه، ولا عسكريه، ولا اقتصاديه، ولا دينيه؟ طيب الملك نخاوي عشان استعان الفينيقيين في رحله استمرت ايه؟ 3 سنين، عشان يكتشف المناطق الجنوبيه، ورجعت الحمله دي محمله بكميات كبيره من البضائع. يبقى ده الهدف سياسي؟ لا. هدف عسكري؟ لا. هدف اقتصادي؟ تمام يمشي. ديني؟ لا، يعني ما عنديش الا هدفين. عشان كده الرحله دي عادت محمله بكميات كبيره من ايه؟ من المواد التجاريه. السؤال اللي بعد كده، اشترك كل من مصر والعراق وفينيقيا، مصر والعراق اشتركت كل من، تبقى كده اوضح كده شويه، اشترك كل من
مصر والعراق وفينيقيا في عبادة ماشي إيل ولا بعل ولا عشتار ولا أدونيس؟ ماشي، نكتب سؤال كمان. ساهم الفينيقيين خلال عهد الملك نكاو في القضاء على أمراء آسيا ولا ظهور الأختام الملكية ولا تصدير خشب الأرض ولا الكشوف الجغرافي؟ نحل السؤالين دول وبعدين نكمل. بص عشان عندي الايه، الفينيقيين تركت كل من مصر والعراق وفينيقيا في عبادة ايه؟ إيل ولا بعل ولا عشتار ولا أدونيس؟ تمام، يبقى ايه؟ عشتار. ليه؟ لان الالهه عشتار دي كانت موجوده فين؟ في العراق، ماشي، الهه الحب والحرب، انتقلت الى مين؟ الى فينيقيا ديت عشان خاطر كان شارك بعل في اعمال الخير، ايه الخير اللي كان بيعمله بعل اللي هو اله الخصب والنماء، انتقلت الى مصر في عهد الملك رمسيس ايه الثاني. يبقى ايه؟ يبقى مصر والعراق اشتركوا دينيا في عباده ايه؟ ساهم الفينيقيين خلال عهد الملك نكاو اللي هي الرحله اللي دارت حوالين قاره ايه؟ افريقيا. القضاء على امراء اسيا؟ لا، دي كانت رحله اقتصاديه. زور الاختام؟ لا، الاختام دي احنا خدناها من العراق اللي هي الاختام الملكيه زي ختم الملك حور محب. تصدير اخشاب الارض؟ لا، يبقى الكشوف ايه؟ الجغرافيه. ليه؟ لان الفينيقيين ساهموا في اكتشاف طريق راس الرجاء ايه؟ الصالح قبل البرتغاليين، يبقى عشان كده دي بنسميها كشوف ايه؟ جغرافي. ليه احنا اتفقنا ان الرحله دي هتقعد كام سنه؟ 4 سنوات. السؤال اللي بعد كده، اخترع الفينيقيين اول ابجديه عرفها العالم لاسباب بقى ثقافيه ولا اقتصاديه ولا سياسيه ولا عسكريه؟ ماشي، نقول حاجه تاني. تعرضت فينيقيا لمحاوله احتلال على يد الاشوريين ولا البابليين ولا الاكاديين ولا الكلدانيين؟ بص على ايه، نشوف ايه اول سؤال. يقول لك ايه؟ اخترع الفينيقيين اول ابجديه عرفها العالم. هي الابجديه الفينيقيه المكونه من 22 حرف، ماشي، اخترعوها ليه؟ لاسباب ايه؟ ثقافيه ولا اقتصاديه ولا سياسيه ولا عسكريه؟ هنا لازم ابقى عارف هم اخترعوها ليه؟ عشان يسجلوا عمليات البيع وايه؟ والشراء. وعمليات البيع والشراء دي ناحيه ايه؟ تجاريه، يعني ناحيه اقتصاديه. ثقافيه؟ لا، ثقافيه؟ لا، اقتصاديه تمشي، سياسي؟ لا، عسكري؟ لا، هم عشان يسجلوا عمليات البيع والشراء يبقى ناحيه ايه؟ اقتصاد. تعرضت فينيقيا لمحاولة احتلال، يعني معناها ان ايه؟ فشل، على يد الاشوريين ولا البابليين ولا الاكاديين ولا الكلدانيين؟ مين اللي حاول يحتلهم ولكنه فشل؟ ايوه، الملك نبوغز نصر الثاني. ونبوغز نصر الثاني ده احد ملوك مين؟ اشور ولا بابل ولا سومر ولا مين؟ لا، بابل الكلدانيه اللي هي بابل الثانيه او بابل ايه؟ الجديده. يبقى ثاني يا شباب، يبقى بالنسبه لايه؟ للفينيقيين. اخترع الفينيقيين الكتابه لاسباب اقتصاديه. تعرضت فينيقيا لمحاوله احتلال على يد مين؟ نبوغز نصر. ونبوغز نصر ده احد ملوك دوله مين؟ دوله بابل ايه؟ الكلدانيه. سؤال تاني، ماشي، في سؤال مثلا بيقول ايه؟ التجاره البريه دي قلناها. فقدت مصر القديمه، عيدوا تاني ده، فقدت مصر القديمه السيطره على فينيقيا او سوريا يعني في الاسره 19، ويرجع ذلك اسباب ايه بقى؟ يرجع ده الاسباب ايه؟ اسباب سياسيه ولا عسكريه ولا دينيه ولا اقتصاديه؟ تاني، يبقى فقدت مصر السيطره على بلاد ايه؟ الى فينيقيا في الاسره 19، ويرجع ذلك لاسباب ايه؟ لازم نجيبها ازاي يا شباب؟ اول حاجه، فينيقيا دي مصر كانت مسيطره عليها في عهد الملك تحتمس الثالث. فقدنا المكانه دي ايام الملك مين؟ اخناتون اللي هو حور ايه؟ محب. اخناتون او منحطب الرابع. اخناتون او منحطب الرابع ده احد ملوك الاسره 19. ضاعت املاكنا ليه؟ لانه انشغل بالحياه الدينيه وترك الحياه السياسيه، فضاعت الامبراطوريه. يبقى الاسباب سياسيه ولا عسكريه ولا دينيه ولا اقتصاديه؟ ها شباب معايا؟ تمام، يبقى الاسباب ايه؟ دينيه. ليه؟ لانه اهتم بايه؟ بالحياه الدينيه، لما دعا لعباده اله ايه؟ دعا للتوحيد لعباده اله واحد واله مين؟ اتون، ورمز له بقرص ايه؟ الشمس. ده ايه؟ ده بالنسبه يا شباب ايه؟ لاهم الاسئله اللي جت على ايه؟ فينيقيا. سؤال مقال، بما عدم قيام دوله موحده في فينيقيا، ليه فينيقيا ما كانتش دوله ايه؟ موحده؟ ليه الفينيقيين ما كانوش دوله ايه؟ موحده؟ ليه؟ لان فينيقيا اولا كانت عباره عن وحدات سياسيه منفصله عن بعضها البعض، ادي واحد. حاجه تانية، ارضها عباره عن انطره لجيوش الدول المجاوره، ارضها عباره عن انطره لجيوش الدول ايه؟ المجاور. سؤال تاني، لعب رجال الدين في فينيقيا الدين دورا اضافيا بجانب الحياه الدينيه. تاني، اثبت صحه العباره، ماشي، او دال على صحه العباره،
لعب رجال الدين في فينيقيا دورا اضافيا بجانب دورهم الديني. رجال الدين لعبوا دور ايه؟ دور اضافي. ايه الدور الاضافي عملوه؟ ان هم كانوا بيساعدوا الملك في ايه؟ في اداره ايه؟ البلاد، اداره شؤون البلاد. كده اللي احنا قلناها في الاول كنا من الحل قلنا عشان خاطر ايه؟ ده ادى ايه؟ ربط السياسه بايه؟ بالدين. يبقى ايه؟ يبقى الفينيقيين، يبقى الفينيقيين لعب رجال الدين عندهم دور اضافيا ليه؟ معاونه الملك في اداره شؤون البلاد، يعني لعبوا دور ايه؟ سياسي بجانب دور ايه؟ الديني. سؤال تاني، ايه العلاقه؟ ما العلاقه بين فينيقيا والحضاره الاوروبيه؟ ايه العلاقه بين فينيقيا والحضاره ايه؟ الاوروبيه الحديثه. ايه العلاقه اللي بينهم؟ العلاقه اللي بينهم ان فينيقيا اخترعوا الابجديه مكونه من كم حرف؟ 22 ايه؟ حرف. انتقلت الى فين؟ الى اوروبا. فالاوروبيين عملوا هناك، خدوها اليونانيين وعملوا عليها كتابه ايه؟ الاغريقيه. ومن الكتابه الاغريقيه انتقلت الى فين؟ الى روما، فعملوا عليها كتابه ايه؟ اللاتيني، اللي هي ام اللغات الاوروبيه الحديثه. ادي واحد تاني. يبقى الابجديه الفينيقيه ظهرت في فينيقيا 22 حرف، ثم انتقلت الى بلاد اليونان وعملوا عليها كتابه ايه؟ الاغريقيه، ثم صدروها لبلاد مين؟ روما، ايطاليا، شبه الجزيره الايطاليه، فعملوا له الكتابه اللاتيني اللي هو ام اللغات الاوروبيه الحديثه. ادي واحد اتنين. فضل الكتابه دي نجحت اوروبا في بناء نهضتها، وعملوا بقى النهضه الاوروبيه الحديثه، وحافظوا على التراث الحضاري والثقافه الاوروبيه. تاني، يبقى ايه العلاقه بين فينيقيا واوروبا؟ علاقتين. واحد، ان الابجديه الفينيقيه ال 22 حرف انتقلت الى بلاد اليونان وعملوا عليها كتابه الاغريقيه، ثم انتقلت الى مين؟ الى روما، فعملوا عليها كتابه ايه؟ اللاتيني، اللغه اللاتيني اللي هي ام اللغات الاوروبيه الحديثه. الحاجه الثانيه، ان بفضل الابجديه والكتابه دي قامت النهضه الاوروبيه الحديثه والحضاره الاوروبيه، فحافظوا عليها وكتبوها وحافظوا على التراث الانساني. ده بالنسبه لايه؟ للسؤال. في سؤال تاني، دلل كانت مدينه جابيل او صله بمصر دينيا. مدينه جابيل دي كانت على علاقه قويه جدا بمين؟ بمصر ايه؟ دينيا. طالما قال اوثق صله بمصر وسكت، يبقى اقول ايه؟ ان عثر فيها على اثار مصريه هناك لوجود جاليه من التجار، ولينا اثار فرعونيه هناك، وعثر فيها على اقدم ابجديه. لكن طالما قلت دينيا، ذكر اسمها في أسطورة إيزيس وأوزوريس. ذكر اسمها في أسطورة إيزيس وإيه؟ وأوزوريس. تاني، يبقى إيه؟ يبقى مدينة إيه؟ جابيل أوثق صلة بمصر دينيا، يبقى أنا عاوز حاجة في الدين، يبقى إيه؟ ذكر اسمها في أسطورة إيزيس وإيه؟ وأوزوريس. لكن لو قلت إن إن إن, إن هي أوثق صلة بمصر وسكت، هتحكي كله. ليه؟ لأن آثار مصرية هناك، لوجود جالية مصرية كانت تعيش هناك، لأن آثار إيه؟ فرعونية، عثر فيها على أقدم إيه؟ أبجدية. ماشي؟ واكتب إيه الحتة برضو بتاعت إيه؟ إن إيه؟ إن ذكر اسمها في أسطورة إيزيس وإيه؟ وزور. السؤال بقى التاني كده، الفينيقيين اتجهوا ناحية إيه؟ البحر. ممكن برضو إيه؟ دلل على أساس العبارة إن الفينيقيين أول أمة بحرية. إيه ليه السبب؟ إيه السبب اللي خلى الفينيقيين أول أمة بحرية؟ اللي هم اتجهوا ناحية إيه؟ عشان هم اتجهوا ناحية إيه؟ البحر. اتجهوا ناحية البحر لموقعها ايه؟ لموقعها الجغرافي المتميز بين الشرق والغرب. إيه الحاجه الثانيه؟ ان ايه؟ ان فينيقيا قصة التعريق ادى لكم مواني طبيعيه. الحاجه الثانيه، وفرت اخشاب إيه؟ الارض الصالحه لبناء السفن. الحاجه اللي بعد كده، قله الموارد على ايه؟ على اليابس لاقتراب الجبال من ايه؟ البحر. كده اتجهوا ناحيه ايه؟ البحر. ايه النتيجه المترتبه على ان فينيقيا اول امه بحريه؟ ايه نتيجتهم؟ النتيجه ان امه بحريه، اولا ان قاموا حضارتهم ذات حضاره ذات نشاط ايه؟ بحري تجاري. ادي واحد اتنين، اعتبرت فينيقيا راس مثلث او نقطه انطلاق الحضارات المصريه والعراقيه واليمنيه او حضارات الوطن العربي، هي اللي نقلتها الى العالم. ماشي؟ هي كانت ساهمت في التواصل الحضاري ونقل الحضارات العربيه الى. الحاجه الثانيه، ده اللي خلى الملك نكاو استعان بالفينيقيين في الدوران حول افريقيا في رحله استمرت كام سنه؟ 3 سنوات. خلى الامه بحريه، خلى لهم نشاط بحري وبنوا مستوطنات في كل مكان في العالم، من اشهرها مستوطنة قرطاج. تاني، يبقى الفينيقيين ايه النتيجه المترتبه على انهم امه بحريه؟ اول حاجه، امه بحريه ايه؟ ان كانت حضارتهم حضاره تجاريه بحريه. اتنين، الحاجه الثانيه، ان قاموا بدور الوسيط الحضاري. الوسيط ايه؟ الحضاري، انهم شغلوا راس المثلث الحضاري، قاموا بنقل حضارات الوطن العربي الى العالم، هي حضاره مصر والعراق وفينيقيا لما عملتها لكم شويه على هيئه مثلث. الحاجه الثالثه، اللي استعان بهم الملك نكاو في الدوران حول قاره ايه؟ افريقيا، في رحله استمرت كام سنه؟ 3 سنوات. عشان هم امه بحريه، بنوا مستوطنات في كل حوض البحر المتوسط، اشهرها مستوطنه قرشيم. ده بالنسبه لايه؟ برضه بالنسبه ايه؟ للصناعه. خلي بالنا في الصناعه،
احنا جبنا سؤال على الصناعه، قلنا تفوق الايه التلميذ على الاستاذ في صناعه ايه الزجاج. ده على سبيل ان هم خدوا صناعه الزجاج من مصر وطوروها وتفوقوا عليها. اشهر صناعه عندهم من ضمن الصناعات المهمه جدا صناعه ايه غزل ونسيج. هل صناعه الغزل والنسيج قامت على ماده واحده ولا كانت متنوعه؟ لا دي كانت متنوعه. اوعى تنزل الصناعه اللي كانت قايمه على اكتر من ماده خام. صناعه قامت عندهم على اكتر من ماده خام، صناعه الغزل والنسيج. عندهم غزل ونسيج من الحرير ومن الكتان ومن القطن ومن الصوف. تاني يا شباب، يبقى صناعه اختار الاجابه. الصناعه عندهم قايمه صناعه معينه قايمه على تعدد الماده الخام، هي تختار صناعه الغزل والنسيج. اشمعنى الغزل والنسيج؟ اصل الزجاج قايمه على الرمل، السفن قايمه على الاخشاب، بس ما فيهاش تنوع بقى. لكن الصناعه القايمه على تنوع اما الغزل والنسيج، لان بصنعها منين؟ من الصوف او الحرير او القطن او الكتان. طالما عندهم الصناعه دي كانوا شطار. ايه علاقتهم بالبحر؟ برضو علاقتهم بالبحر خلتهم يستخلصوا الصبغه ايه حمراء من نباتات القواقع ايه البحشي، عشان كده سموا باسم ايه فينيكس، يعني الشعب ايه الاحمر. ده بالنسبه يا شباب لمراجعه إيه الدرس الثاني اللي هو بتاع حضاره إيه؟ فينيكس. بكده نكون انتهينا من ايه من مراجعه ايه الوحده الاولى اللي هي حضاره بلاد العراق وحضاره ايه فينيقيا. ان شاء الله نكمل ايه بقيه مراجعه إيه الوحده ايه المره الجايه. نبدا في الوحده ايه الرابعه اللي هي حضاره اليونان ومصر وبطالمة والرومان ومصر ايه الرومان. والى الحلقه القادمه ان شاء الله.